دمك بروفيسيونيل. لا بدي اخذ فلوس ها هو اليوم ملعب وهران الجديد جاهز للتدشين بالمقاييس والمواصفات العالمية كواحد من أهم المنشآت الرياضية التي ستحتضن الألعاب المتوسطية في 2022. اليوم راح يفتتح بمباراة ودية وكذلك إن شاء الله في الأيام القادمة راح نشوف فيه منافسات ومنافسات أخرى في ألعاب القوى، لأنه مضمار ألعاب القوى كذلك هو عنده بكل مقاييس العالمية. نغتنم هذه الفرصة احنا كلجنة تنظيمية باش نقوموا بعمل يعني تحضيري كاختبار للدورة المتوسطة اللي هتكون يوم 25 2022 اللي هي تقريبا على سنة.